يا ترى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني لمناقشة الأوضاع الصحية في البلاد وأيضا تطورات فيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة حملات التلقيح ضد الفيروس في جميع أنحاء فرنسا. ومن المقرر أن يعلن المتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال في مؤتمر صحفي أهم ما تمت مناقشته والقرارات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع. للمزيد ينضم إلينا من مارسيليا خالد شقير مراسل إكسترا نيوز. بعد التحية لك خالد، إذن الرئيس الفرنسي يترأس اجتماع لمجلس الدفاع الوطني طبعا لمناقشة الأوضاع الصحية والتي تأتي على رأسها جائحة كورونا، ونعرف أن هناك مؤتمر صحفي حيكون فيه إعلان عن القرارات التي تم اتخاذها خلال هذا الاجتماع، ولكن هل من تسريبات عن قرارات تعرفها أنت من الممكن أن تخرج فيما يتعلق بكورونا؟ تحياتي زميلي العزيز شادي ليك ولكل السادة المشاهدين. منذ قليل أنهى المتحدث الرسمي جابرييل أتال هذا المؤتمر الصحفي الذي أعلن من خلاله عن أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها وأيضا بعض النقاط التي تم تأجيلها بعد أن ترأس الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الصباح. تحدث جابرييل أتال وأعلن أن أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها هو البدء في يعني أخذ الأموال أو اعتبار الاختبار البي سي آر الذي كان مجانا مدفوع الثمن اعتبارا من 15 أكتوبر القادم في محاولة غير مباشرة لدفع غير الملقحين شادي لأخذ اللقاح. كان من المتوقع شادي تخفيف إجراءات شهادة المرور الصحي على المناطق التي شهدت أعداد أقل من الإصابة في بعض المناطق، ومن باب الحيطة والحذر بالرغم من تصريحات سابقة من كام يوم للرئيس إيمانويل ماكرون وأيضا لوزير الصحة أوليفي فيران كانت بتدفع في هذا الاتجاه، ولكن معظم العلماء الكبار في فرنسا قد حذروا من سرعة رفع هذا الإجراء عن هذه المناطق. منهم كان تصريح هذا الصباح للبروفيسور أرنو فونتي المختص بالأمراض المعدية والذي حذر من إمكانية انتقاله مع المسافرين من المناطق التي تشهد إصابات إلى المناطق الأخرى، وحذر أيضا من إمكانية تعرض البلاد لموجة خامسة، ونحن اليوم هو يعني بداية الخريف هنا في فرنسا رسميا ومع بداية الشتاء، وبناء على طلب من الحكومة من المتوقع شادي أن يتم تمديد قانون المرور الصحي والذي من المفترض أن تنتهي مدته يوم 15 نوفمبر. هذا سيتم عرضه في البرلمان الفرنسي في 13 من أكتوبر القادم شادي. شكرا لك على هذه المعلومات خالد شقير مراسل إكسترا نيوز في فرنسا.